بالحديث عن تعز. هذه المحافظة تقع هنا في الجزء الجنوبي الغربي للجمهورية اليمنية، تبعد عن صنعاء 256 كيلومتراً. تتصل المحافظة بمحافظتي إب والحديدة من الشمال، ومن الشرق أجزاء من محافظات لحج والضالع وإب. محافظة لحج من الجنوب وتطل على البحر الأحمر من الغرب. مساحة المحافظة تبلغ نحو 10,000 كيلومتر مربع، تتوزع على 23 مديرية، وهي أكبر محافظات اليمن سكاناً، حيث يصل عدد سكانها إلى أكثر من 3,500,000 نسمة، فيما تأتي مدينة تعز مركز المحافظة ثالث كبريات المدن اليمنية سكاناً بعد صنعاء وعدن. تعز هي العاصمة الثقافية لليمن، لعبت دوراً مهماً عبر التاريخ في المراحل القديمة والإسلامية والمعاصرة. أهميتها الاستراتيجية أنها مركز تجاري وصناعي كبير في اليمن، تطل على مضيق باب المندب من الجهة الغربية، ولقربها من مدينة عدن تعتبر تعز همزة وصل سياسي واجتماعي وجغرافي بين شمال اليمن وجنوبه.